ادخل. بولتي الحلوة اللي سابتنا كده على السفرة في الغدا وخدت بعضها وطلت على اوضتها، ايه؟ طمست ولا ايه؟ لا أنا بس شبعت. أنا يعني مش عارف الشبعان، مش زعلان، مالك؟ يا بابا أنا هزعل ليه؟ ما هو ده اللي أنا جاي أسألك عليه. في إيه؟ أصل بصراحة حياتي جبت سيرة موضوع وحسيت إن أنا اللي مقصودة، فتوترت وقمت. أيوة كده. أيوة هي دي. هي دي أمولتي الحلوة اللي بتيجي تغري على طول وتقول لي هي زعلانة من إيه؟ قصدك يعني موضوع الأستاذ سعيد وابنه؟ مظبوط. طيب وماله؟ ماله الجدع؟ ده حتى دكتور عندك في الجامعة، عمرك شفت منه حاجة وحشة؟ لا، وأنا هشوف حاجة منه وحشة ليه أصلا؟ تمام، يبقى نشوف الحلو. الجدع دكتور وابن ناس، والواد زي القمر، وأبوه المحامي بتاعي، وعندهم أكتر من اللي عندك وزي إخواتك بكتير. ربنا يزيده. أنا مالي؟ ما هيبقى مالك، المال هيبقى مالك، يبقى مالك. بابا أنا مش فاهمة حياتك تقصد إيه. ما أنا على السفرة ما كملتش كلامي، قلت أطلع لك هنا أكملهولك. الدكتور عبد الحليم هيخطبك رسمي وأنا حوافق، وأنت عاقلة ومش هتقولي لأ، لأن معنى موافقتي إنك وافقتي. أنا مش بشورك، أنا أبوك وأضرب مصلحتك، وعارف ومتأكد إن بعد الوقت ما هيعدي هتجيني جرش وهتقولي لي ربنا يخليك ليا يا بابا، أنت أكتر واحد عارف مصلحتي. يعني إيه؟ يعني هيتجوزي بالعافية؟ لا، برضاكي. أنا عايزك بس تاخدي وتدي مع نفسك كده لحد ما ترضي، لأن أنا ما عنديش استعداد أقبل إلا رضاكي. ها، ينفع ادخل ولا بتقولوا كلام سر ما ينفعش اسمعه؟ سر ايه يا حاجه؟ ينفع تدخلي وتاخدي اموله في حضنك وتبوسيها وتباركي لها كمان. دكتور عبد الحليم خطبها مني وانا وافقت. سمعونا زغروته. اقول مبروك بجد ولا ابوكوا يقصد حاجه تانية؟ يقصد اني ماليش لازمه، يقصد اني زي البنات اللي من 100 سنه اللي ابويا يقول لها اتجوزي وتحط راسها في الارض وتوافق. انا مش هتجوزه يا ماما، مش هتجوزه. اهدي بس واسمعيني كويس. ابوكي وانا عارفاه يعملها، لكن انا ماما حبيبتك. يعني لو انا شايفه ان عينك على حد تاني في الجامعه مثلا، ممكن احاول اقنعه واكلمه. ها قولي لي بقى، عينك على حد تاني ولا واحد؟